ليس العبرة في إطلاق اللحى، العبرة ليس إطلاق اللحى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم حض عليها، وفروا اللحى وأرخوا اللحى وجزوا الشارب وأرخوا اللحى ووفروا اللحى، حديث كثير أمرني ربي بإعفاء اللحى إلى النهاية، لكن ليس العبرة بهذه. العبرة بداية أصلح نفسك من الداخل ثم اهتم بالخارج، أصلح نفسك من الداخل ثم اهتم بالخارج، نقي قلبك صدرك من وجود ضغينة لأي مسلم، احرص على الصلوات الخمس، اضبط هذا اللسان، ثم اهتم بعد ذلك في اللحى، ثم اهتم بعد، لا تكون كبعض الناس يطلق لحيته ثم لسانه أطلق في الناس. مصيبة أن تطلق اللحية للناس وتطلق اللسان على الناس، هذه مصيبة. دعك من ما تقول أريد إعفاء لحيته، ابقى كما أنت، لا أحرض على حل، لا معاذ الله، حتى لا يفهم عني خطأ، ابقى كما أنت، ولكن ابدأ بتنظيف نفسك من الداخل. اقرأ القرآن جزءا في اليوم، احرص على اللسان، احرص على القلب، احرص على البصر، احرص على السمع، اهتم بكل ما يدخل قلبك، من توقف عن سماع الأغاني، عن مشاهدة ما حرم الله إلى النهاية، ثم بعد ذلك انطلق للمظهر، احرص على الجوهر ثم المظهر.